ايه؟ يعني ايه؟ رحيم مشاه؟ طب ماشي ماشي ماشي، خلاص خلاص خلاص، يلا سلام. حصل ايه؟ رحيم وقف العيال ومشى اللي اسمه كمال. كمال؟ هي دي المفاجأة؟ ومشاه ليه؟ مش عارف، هكلمه وافهم. ما بيردش. هو رحيم بيعمل كده ليه؟ مش عارف، أكيد لما قابله هفهم كل حاجة. أنا مش قادر أصدق. أنا كنت فاكر إن رحيم ورا كل اللي بيجرى لك، هو اللي رادك في القضية، وبعدين هو اللي قربك، وبعدين هو اللي طلع لك دليل براءتك عشان يبان قدامك البطل اللي ما استغناش عنك. بس رحيم عمره ما كان كده. أنا كنت أقرب واحدة لرحيم قبل ما يدخل السجن، عمره ما عرضني للخطر ولو لثانية واحدة. طب إزاي يعمل كده وهو عارف كويس قوي إن أنا ممكن أتسجن طول عمري أو أموت فيها؟ تصور يحترم برضو. استني، أنا افتكرت حاجة مهمة دلوقتي. هشام اتخطف في يوم خروج رحيم من السجن، وانتي اتورطتي في القضية تاني يوم، وهشام اصلا كان لسه مخطوف. يبقى ازاي رتبوا كل ده؟ شفت؟ يبقى انا زي ما بقولك، رحيم ملوش دعوة بالكلام ده. ايوه، بس ده معناه ان في حد عايز يورط رحيم ويخليني نمشي وراه في نفس السكة. ايوه، بس مين ده وهيستفيد بايه؟ مش شرط ان اللي بيحصل كله ده عشانك انتي، عشان رحيم. انتي الحلقة الضعيفة اللي يقدر يلي رحيم بيها. طب ويلهي عن ايه بالظبط؟ الاسئلة دي كلها اجابتها عند رحيم. انتي هتقولي له ان احنا بنتقابل؟ انا وهو بقالنا فترة ما نتقابلش. ايه ده؟ متخانقين ولا ايه؟ انا اسف مش بتدخل في حياتك الشخصية، بس انتي عموما وصلتيني اللي انت عايزه تقوليه. عموما انا بشكرك على مساعدتك ليا. لا العفو علي، بس انا برضو عايز اسالك سؤال شخصي، هموت واعرف اجابته. لو عايزه تجاوبي جاوبي، مش عايزه ارفضي. بصراحه انا مستغربه جمله زي دي تيجي من ضابط امن وطني. انا مش اي ضابط، معلش انا اسف. يعني ازاي حد زيك يرتبط بحد زي رحيم؟ انا ورحيم مش مرتبطين دلوقتي. بس بتحبيه؟ دكتورة مهمة زيك ترتبط بواحد مجرم وحرامي؟ انت شايف ان دي حاجة عادية؟ والله انا كل مرة بسأل نفس السؤال ده، عمري ما لقيت له اجابة. خلي بالك من نفسك. شكرا. كان المفروض تقولي قبل ما تتصرف في نفسك يا رحيم. يا ابني بقول لك ما كانش في وقت. انت ايه؟ الحاجه هدا كانت مرعبانه، والله اعلم كانت ممكن تعمل ايه وانت خاطف كمال. مش بعيد كانت تبلغ البوليس زي ما حصل قبل كده عشان تشوفنا هنخرج منها ازاي. حلو قوي حلو قوي، بس انا بقى في حاجات مش قادر افهمها. اول حاجه، انت ماشي ناس ورايا يراقبوني ولا يا رحيم؟ ها؟ وبعدين مش الحاجة هدايا بس اللي عايزة تفهم حكاية إن إحنا بندخل ونخرج من الأمن الوطني كده عادي؟ أنا كمان عايز أفهم. ما ترد. أنا لو رديت عليك يا حلمي ردي هيزعلك. زعلني يا سيدي، بس فهمني. أنا بس هفكرك إن يوم ما خرجت من السجن ولقيتك مضيع ورق ممكن يكون تمن رقبتي، ما فتحتش بوقي، ما شكتش لحظة إنك ممكن تخوني. وأنا المفروض إيه بقى؟ أحط جزمة بقى في بقي وأمشي وراك وأنا ساكت؟ رحيم، بقولك إيه؟ أنا عايز أفهم، في حاجات بتحصل قدامي كده أنا مش قاريها. أنا كنت مراقب كمال عشان أعرف إذا كان في حد زقه علينا ولا لأ. أيوه، بس كان المفروض تقولي. طب وأنت قلتلي على اللي هتعمله النهاردة؟ يا رحيم، هو انا المفروض استعزينك وانا جاي اجيب حق مراتي؟
الرب. الرب ده هيزعل. ايه؟ بتعملي ايه عندك؟ انت اللي بتعمل ايه؟ مالك اتخضيتي كده ليه يا بت؟ في ايه؟ اسمي ريم، ما اسميش بت. طب تعالي يا ريم، تعالي. ده ايه ده؟ ايه ده بقى؟ ايدك لدوحشك يا حبيبي. اصل انا حسيتك بتلمعي اوكر فقلت اجي اطمن. لا اطمن. انا عايز اطمن قوي. عبيط ده ولا ايه؟ ريم. ما تحاسب يا حلمي وخلي بالك من الكلام اللي انت بتقوله ده. ما انت مش عايز تفهمني يعني ايه ندخل ونخرج كده من الامن الوطني عادي من غير اي حاجه، والحكايه دي حصلت مرتين مش مره واحده. رحيم لو مظبط معاهم قول لي، طالما شغلنا ماشي وبنعمل اللي احنا عايزينه تمام. بس افهم، هو انا لو مظبط مع واحد زي احمد الديب ده مثلا كان عمل معانا كده؟ كان خلاك تشتغل عصفور عليا؟ بتشغل مخك يا اخي. يا حلم اهدى وخلي صوتك من دماغك، بلاش تمشي ورا كلام حنان. على فكره ملهاش علاقه باللي بينا. طب كويس، ايه بقى؟ في حاجه تانيه عايز تفهمها؟ لا. إيه؟ عملت ايه؟ مفيش. هو قال لي انه عمل كده بس عشان خايف ان الحاجه هدايا تبلغ عننا. يا سلام يا اخويا، بقى رحيم خايف للحاجه هدايا تبلغ عننا؟ بقى ده رحيم؟ ده كان زمانه خطف كمال وحطه في حته الجن الازرق ما يعرفوش طريق بر، وكان زمانه وقف قدام الحاجه هدايا عيني عينك كده. شش، ما تصادق. لا، الموضوع يخصك انت. انا ازاي؟ رحيم عايز يوصل لك رسالة إنك ما تعملش حاجة إلا بأمره. أنت مش عارف رحيم ولا إيه؟ رحيم عايز يمسك الدنيا كلها بإيده، هو اللي يقول آه وهو اللي يقول لأ. أيوه بس الكلام ده مش عليا أنا. هو يا أخويا طول عمره كده، بس أنت اللي مش فاهم. هو أنت هتعرفيني صاحبي؟ إيه؟ صاحب عمري. صاحب عمرك مين؟ بقى ده رحيم صاحبك؟ رحيم بقاله 7 سنين في السجن، قلبه بقى مليان غل وحقد وكره. طب حط نفسك مكانه، بعد الشر عليك. ان شاء الله عمرنا ما نشوف فيك شر يا اخويا، وانت تفهم اللي انا بقوله. طب فضي يا سيرة بقى، يلا يلا امشي. ماشي، بس اسمع الكلام اللي انا بقوله لك. ليه بتسخنيني عليه ولا ايه؟ خير يا ريم، في حاجة؟ مفيش، سمعتك بس بتخانق انت وبابا فقلت اجي صالحك. انا وابوك عشرة عمر، متقلقيش علينا، شوية كده وهنروق. طيب وانا بقى مين هيصالحني؟ ليه؟ في حد مزعلك؟ اخوك هشام؟ ايوه يا سيدي هشام، عمال يعكسني في الراحة وفي الجاية، شوية بعينه وشوية كلام، وآخر مرة مد إيده عليا. يمد إيده عليك إزاي؟ متخافش عليا، هو بس مسكني من إيدي، بس أنا وقفته عند حد. كنت جاية لك عشان خاطر تتكلم معايا عشان يحل عني شوية، بس خلاص مش مهم. مش مهم إزاي؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ ده انا هكلمه وهبهدله كمان.
هو انت اتضايقت عشاني؟ طبعا. ليه؟ علشان هشام ده راجل متجوز وانت زي اخته. بس كده؟ بس انت شايفه حاجه تانية؟ رحيم انا مش شايفه غيرك، انا بحبك. اطلع بره بره. مين اللي عمل فيك كده؟ انت مين؟ رحيم يا ماما. انت متذكره انه رحيم؟ اتصرف يا حلمي. يلا رحيم اتكلمي. رحيم اتكلمي. رحيم هو اللي عمل كده؟ مين عرفك يا حلمي؟ روح بقى. الله روح روح. انت متذكره انه رحيم؟ ما تغفيش ما تغفيش. رحيم انت اوسخ انسان انا عرفته في حياتي. ريم رحيم ريم بتأذيني بنت يا رحيم؟ ده انت شلتها بايدك وهي لسه لحمة حمرا. ريم يا رحيم. وانت تصدق اني ممكن اعمل كده يا حلمي؟ لو انت مصدق اني ممكن اعمل كده في ريم اقتلني.